فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم قال: نسوا الله فنسيهم، ونسيان الله ترك ذكره، وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين قال: ويقيم. نسوا الله فنسيهم، نسوا ذكر الله جل وعلا، ولهذا قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. إلا قليلا، فعلامة المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا، وهذا نسيان لله سبحانه وتعالى. فالله جازعهم بأن نسيهم، يعني تركهم. ليس المراد بالنسيان في حق الله الذهول، وليس المراد النسيان أيضا نسيان المنافقين أنهم ذهلوا، فالذي يذهل لا يؤاخذ، وإنما المراد أنهم تركوا ذكر الله عز وجل. فلما تركوا ذكر الله تركهم الله من فضله، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا من باب المقابلة، يسمونه من باب المقابلة. وإلا فإن الله لا يوصف بالنسيان. قال تعالى: وما ربك وما كان ربك نسيا. فالله لا ينسى سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يغفل أو يذهل عن الشيء، لأنه منزه عن ذلك في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فالله منزه عن ذلك، وإنما هذا من باب الجزاء، مثل قوله: فيسخرون منهم سخر الله منهم. وكذلك في ومكر الله ويمكر الله. هذا من باب الجزاء والمقابلة. نعم. قال: وبإزاء ذلك في قوله: نسوا الله فنسيهم، قال: في صفة المؤمنين ويقيمون الصلاة، فإن الصلاة أيضا تعم المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر لله إما لفظا أو معنى. لما كان المنافقون نسوا الله فلا يذكرونه، قال في إزاء ذلك في حق المؤمنين: ويقيمون الصلاة. الصلاة ذكر لله عز وجل، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة فيها فائدتان: فائدة الأولى أنها ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر الله أكبر. والفائدة الثانية أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفائدة الثالثة أنها تعين على المشاق وعلى المصاعب. واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. قال: ويدخل فيها كل ذكر لله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح. الصلاة تطلق ويراد بها العبادة المعروفة المبدوءة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ذات القيام والركوع والسجود والدعاء وتلاوة القرآن. هذه الصلاة مجموعة من الأعمال القولية والعملية والقلبية، مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم. ويطلق الصلاة ويراد بها ذكر الله عموما بالتسبيح والتهليل والتكبير. فالصلاة عامة،